مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. هناك فرص لسقوط زخات من الأمطار في جنوب وجنوب غرب المملكة، وهذا الأسبوع حافل بالتقلبات الجوية وزخات من الأمطار. لكن من الأربعاء وحتى يوم الجمعة بتتركز الأمطار في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية وأيضا غرب المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد في مختلف مناطق المملكة. المناطق الشمالية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، الشمالية الغربية 30 العظمى والصغرى 17، الشمالية الشرقية 32 19 مع أجواء مغبرة، والمنطقة الشرقية حارة نسبيا 34 إلى 24، حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا مع ظهور بعض السحب. أيضا المنطقة الوسطى والرياض حارة نسبيا 37-25، حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا، والمنطقة الغربية حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 35 إلى 23 درجة مئوية، والمنطقة الجنوبية الغربية زي ما توقعنا في بداية أو مقدمة هذه النشرة أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر في فترة ما بعد الظهر والمساء، والعظمى المتوقع 21 والصغرى 14 درجة مئوية. يوم الاثنين الأجواء أيضا معتدلة في النهار لطيفة بالليل في المناطق الشمالية الغربية 31 العظمى والصغرى 18، الشمالية الشرقية 30-19، تنشط الرياح في المنطقة الشرقية وتكون مثيرة الغبار والأتربة، أجواء حارة نسبيا 37 في النهار لكنها معتدلة ليلا 25. أيضا المنطقة الوسطى مغبرة والعظمى المتوقع 36 والصغرى 23، المنطقة الغربية 34 إلى 25، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر في فترة ما بعد الظهر والمساء، والعظمى المتوقع 22 والصغرى 16 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية الغربية العظمى 33 والصغرى 21، المنطقة الشمالية الشرقية 31-19، والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى مناطق مغبرة وحارة نسبيا نهارا لكنها معتدلة من حيث درجات الحرارة ليلا، العظمى المتوقعة في المنطقة الشرقية 34 والصغرى 23، المنطقة الوسطى 33-20، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 39 إلى 25، لكن أجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع أمطار متفرقة 34 إلى 16 درجة مئوية. يوم الأربعاء أجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية نهارا لطيفة ليلا، الشمالية الغربية 35-24، الشمالية الشرقية 33-18، أجواء حارة نسبيا أيضا المنطقة الوسطى والشرقية والغربية نهارا لكنها معتدلة ليلا، الشرقية 35-24، المنطقة الوسطى 35-21، المنطقة الغربية 35-23، وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية زخات متفرقة المطر 24 إلى 16 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا أجواء حارة في معظم مناطق، حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة، الشمالية الغربية 37 العظمى والصغرى 24، الشمالية الشرقية 35-22، المنطقة الشرقية 34-24، والمنطقة الوسطى 35-23، والمنطقة الغربية 36-29، والمنطقة الجنوبية الغربية فرصة لأمطار والعظمى 25 والصغرى 16
16 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة، الشمالية الغربية 38 العظمى والصغرى 24، الشمالية الشرقية 36-22، المنطقة الشرقية 34-23، والمنطقة الوسطى 35-24، لكن المناطق الغربية أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا إلى حارة مع سقوط زخات رعدية من المطر 37-33، والمنطقة الجنوبية الغربية 25-16، هناك أمطار زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وحدوث بعض الفيضانات، وهذه الأمطار أيضا تشمل منطقة مكة المكرمة. مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.